قرانا ومتابعينا قراء ومتابعي جريدة الدستور، اهلا وسهلا بكم مرة اخرى من داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد. نحدثكم حيث صلاة الجنازة على الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، عمدة الدراما التلفزيونية طبعا المصرية، ويعني اللي كان مصاحب لفترة الجيل الذهبي بالفن طبعا المصري والسينما المصرية والمسرح، واللي طبعا وصلت جثمانه منذ قليل زي ما احنا متابعين مع حضراتكم كده الى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييعها طبعا الى مسواها الاخير عن عمر يناهز 81 عاما. وتوافد طبعا عدد كبير من اسرته واصدقائه ومحبيه لتوديعه الى مسواها الاخير والمشاركة في صلاة الجنازة. وكان اول حضور الفنان احمد السقا والفنان فتوح احمد والفنان احمد حلمي والفنانة منى زكي والفنانة هنا الزاهد وعدد طبعا كبير من الفنانين اللي بيتوافدوا وما زالوا يتوافدوا على مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني. زي ما تابع محركم طبعا دلوقتي وصول الكابتن أسامة حسني نجم النادي الأهلي طبعا السابق والمذيع طبعا بقناة النادي الأهلي حاليا للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، واللي كان طبعا معروف بأهلويته الكبيرة وحبه الشديد للنادي الأهلي طبعا، هو يعتبر واحد من أقدم الأعضاء داخل النادي الأهلي، ويمكن احنا كنا بنتابع طبعا يعني حضوره باستمرار لمباريات النادي الأهلي من الاستاد كده وحضور بعض التمارين كمان، ونجله طبعا بيسير على خطاه الفنان أحمد السعدني اللي دائم الحضور لمباريات فريق النادي الأهلي. وبنتابع دلوقتي وصول الكابتن منير حسن المدير التنفيذي لنادي الزمالك طبعا لصلاة الجنازة، المشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني الذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عاما.
بس بقول لك يعني ما تيجي فاهم ارجع سنة ان شاء الله خمسه انت قبل كده ايه ليه يا عم في ايه ودلوقتي طبعا وصول الفنان مجدي كامل للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وطبعا يعني حضور كبير جدا من الفنانين والأدباء والكتاب. حتى يعني عدد من نجوم الوسط الكروي وكده للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة بستة اكتوبر. نتابع طبعا يعني الفنان مجدي كامل واضح عليه علامات الحزن الكبير على فقد الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني. ويمكن يعني اكتفى ببعض عبارات المواساة كده قبل لحظات قليلة من المشاركة في تشييع جثمانه. ما انا لا انا عايز اعرف اللي دخل دلوقتي في واحد تاني دخل في دلوقتي حد دخل دبلوماسي هو اللي دخل لا اللي العربيات اللي دخل وزير ولا وزير بس وزير ايه بقى وصول دلوقتي طبعا الفنان محمد عادل امام للمشاركه في صلاه الجنازه على الراحل الفنان الكبير صلاح السعدني بمسجد الشرطه بالشيخ زايد. وحاليا وصول الفنان محمد محمود عبد العزيز طبعا اللي وصل منذ قليل الى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني زي ما احنا بنتابع حضراتكم دلوقتي.
الفرح ده. يا شباب يا شباب الموبايلات، هو احنا لو وقفنا صف كده انسى صف كده فيها ايه؟ بقى 3 ايام بقول نفس الجمله. ايه ده يعني؟ ايه صعبه يعني؟ ما طول عمرنا بنشتغلها المهنه دي من زمان ايام الكاميرات. صف كده يا جماعه وصف كده ايام كده مش حلو خالص. ايام ما كنا بنقف بكاميرات محترمين كده. هو فين الاحتراف دلوقتي؟ ودلوقتي حاليا طبعا بنتابع وصول الاعلامي محمود سعد للمشاركه في صلاه الجنازه على الفنان القدير الراحل صلاح السعداني بمسجد الشرطه بالشيخ زايد. ووصول طبعا دلوقتي الفنان احمد خالد صالح والفنان هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا طبعا للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان الراحل صلاح السعداني. احنا في حد غضبان علينا في حياتنا عشان كده ايه مبنيين الشغلانه دي مبنيين اشتغلان الشغلانه دي. شمس اليمين ده شمس اليمين ده بتاع ايه يعني؟ كان ماسك المتحده ومسك
بالراحة بس اكيد انا لو خدت بالي مش هجافه. اقسم بالله ما يستحمل عملت التوافد يعني عدد من النجوم والفنانين ومنهم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان القدير الراحل صلاح السعداني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اللي وزي وفاته المنية صباح اليوم طبعا عن عمر يناهز 81 عاما. وصول دلوقتي طبعا يعني الفنان حسن ابو الروس زي احنا بنتابع مع حضراتكم لمسجد الشرطه بالشيخ زايد للمشاركه في تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعداني. فكره بوظتكم لايفاتكم هقضيها شتايم بس شتايم بس ولايفاتها تتقفل فنحترم نفسنا. اعمل ده والله اعمل ده انا واقف جنبك يا اسطى والله ما بعمل حاجه. ايه ده؟ شوف انت عايز تعمل ايه واحنا معايا وانا هعمله. لا انا نجم. انت عايز تعمل ايه واحنا معايا. يحلف ميه رايق الكاميرات امامي ما تمشي عشان الكاميرات فيها كاميرات هنا.
انت عايز اشرب؟ ارجع ورا طبعا. وصول المخرج خالد جلال، مخرج المسرحية خالد جلال، للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل صلاح السعداني في منطقة الشيخ زايد، مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد طبعا. تبع ايه؟ مصر اليوم؟ اكلمهم دلوقتي؟ ما توقفش عند الجامعة وتسب الدين، وما تسبش الدين. بيصور يا جدعان، بيصور ايه؟ بيصور يا جدعان، بيصور ايه؟ ما تسبش الدين. انا ما تسبش الدين. خلاص يا 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 زيزو، انا ما شفتش كده قبل كده.